نرجع تاني للكوره ونرجع تاني للنادي الاهلي النهارده. الحقيقه في ظل الاهمال الكبيره برضو اللي وليها الاتحاد الدولي لكره القدم لبطوله كاس العالم للانديه، النهارده عمل موقع للاتحاد الدولي الفيفا، طبعا عمل لقاء مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريقنا، اتكلم فيه عن حاجات كتيره جدا، اتكلم عن ماتش زي ماتش الدحيل اللي جاي، الدحيل القطري ومواجهه بايرن ميونخ في نصف النهائي. الامل اللي بيتمنى موسيماني انه ينجح في تحقيقه، زي ما حضراتكم عارفين انه الفائز من مباراه الاهلي او الدحيل هيواجه فريق بايرن ميونخ بطل اوروبا طبعا في نصف نهائي المونديال. اهم حاجه وقفت عندها النهارده في تصريحات الموسيماني، كلامه لما النهارده يعني اتكلم عن النادي الاهلي وثقته الكبيره في امكانيات النادي وامكانيات الفريق. طبعا في صعوبه المهمه كبيره جدا، في فرق كبيرة جدا بتنافس الأهلي على لقب العالمي ده، لكن النهاردة كان تأكيده على أن الأهلي بيمثل دولة كبيرة وعريقة هي مصر، وقارة كبيرة كبيرة اسمها أفريقيا، أفريقيا وجماهير كبيرة جدا، والحقيقة أنه لازم هذه الجماهير تشعر بالفخر تجاه الفريق وأنه قدم عليه بكل جدية وإصرار وحماس بغض النظر بقى عن نتائجه ومصيره في البطولة ديت. النهاردة يمكن كان بيتكلم أنه كأس العالم للأندية يعني لا يمكن ان انت تختار فيه المنافس بتاعك، علشان كده لازم تقابل الفريق اللي بتقع قدامه. مفيش شك طبعا ان كل فريق النهاردة بيخوض الفريق اللي بيخوض البطولة دي عنده ايمان انه ممكن ينافس على اللقب، لكن في نفس الوقت النهاردة موسيماني في تصريحاته او كلامه كان فيه عقلانية كبيرة جدا، يعني ما قدمش وعود ممكن صعبة، لازم نكون عارفين ان المهمة صعبة جدا في وجود بطل دوري ابطال افريقيا اسمه بايرن ميونخ وبطل قارة امريكا الجنوبية، وقال هو عارف كويس جدا ان المهمة دي صعبة جدا، ولكنه بيعود ويؤكد انه فريقنا لو عمل اللي عليه ولعب بكل رجولة هيكون الكل راضي عنه عن أدائه، مش هيزعل ابدا باي نتيجة قد يحققها هذا الفريق، فريق النادي الاهلي. اكيد طبعا كلام مهم جدا من يعني مدرب فاهم، يعني مدرب بيشتغل بشكل بروفيشنال، كمان مش عايز ما احنا طبعا كلنا طموح كبيره جدا جدا، لكن دايما الطموح بتصطدم بالحقيقه. الحقيقه ان احنا عندنا فريق محترم جدا، احنا فريقنا مركز على المباراه الاولى، طب هي الموضوع لازم يمشي ستيب باي ستيب، ان انت وصلت لبطوله كبيره زي كاس العالم للانديه. خلي بالك كمان دلوقتي النادي الاهلي من اكتر الفرق يعني لعبا للمباريات في كاس العالم للانديه بعد اوكلاند سيتي. النادي الاهلي ب 12 مباراه، اوكلاند سيتي ب 15 مباراه، فانت بتتكلمي على من النادي متمرس في كاس العالم للانديه بشكل كبير جدا. لكن على الوجه الاخر ان موسيماني عارف قدر هذه البطوله، بيتكلم على فريق الدحيل بشكل اكتر من رائع، وده المهم جدا في الموضوع، ان احنا بناخد الموضوع خطوه خطوه. فريق الدحيل زي ما احنا اتكلمنا يا سهام عنده لعيبه مميزه جدا، صح. على وبعدين موسيماني كمان بيقول هو يعني خد دوري، يعني طالما بتتكلم على واحد واخد الدوري على مستوى الدوري القطري، وانت عارفين قد ايه المحترفين في قطر في الدوري القطري، احنا بنتكلم على انديه على مستوى عالي جدا. فانك تاخد الموضوع ستيب باي ستيب وخطوه خطوه ده مهم جدا جدا في مشوار النادي الاهلي. كمان موسيماني على المستوى انك بتشيل جزء من الضغوط اللعيبه بيروحوا هناك، انت ورفض كمان يتكلم عن مباراه البايرن، قال لك انا ما بتكلمش على البايرن. اكيد سالوه طب ايه رايك في مباراه البايرن، هو الراجل قال لا احنا دلوقتي الاهلي بيلعب المباراه الاولى امام فريق محترم زي فريق الدحيل القطري، بعد المباراه هنشوف ايه اللي هيحصل. وقال اكيد لو ان شاء الله باذن الله كسبنا الدحيل فهيلعب ماتش كوره جميل، هيقدم كوره جميله قدام البايرن ميونخ الفريق الافضل في العالم. احنا عارفين البايرن طبعا كسب برشلونه 8، ويعني انا اعتقد من افضل الفرق موجوده على الساحه العالميه دلوقتي. موسيماني قال هيكون شرف كبير يتمناه، ودي المباريات خلي بالكم اللعيبه والمدربين بيتمنوها انه يلعبوا امام فرق عالميه زي البايرن، برشلونه، ريال مدريد. وقال ان المهمه مع البايرن مش هتكون سهله اكيد، لكن لو صعدنا للماتش دوت اكيد النادي الاهلي مش هيخسر حاجه، النادي الاهلي هيقدم مباراه جميله، مش هيكون في ضغوط زي ما بقول لكم ان المباراه كلنا مستنيينها. لكن كمان بياكد كل مره موسيماني ان الخطوه الاولى هي الخطوه الاهم، هيقابل فريق قوي جدا على مستوى الدفاع المهدي بن عطيه، على مستوى الهجوم دودو البرازيلي، بتتكلم على لعيبه مميزه في فريق الدحيل مع مدرب
مدرب جيد جدا، لسه منضم للفريق القطري من يمكن من شهر اكتوبر. فخلينا نتكلم بكل امانه، ان شاء الله مشوارنا يسهم في كاس العالم للانديه هو يبدا، والحلم هيبدا ان شاء الله من مباراه الدحيل يا رب ان شاء الله.